نختم من منطقتي القبائل، حيث تعمل نساء منطقة القبائل للتحضير على الأعراس والولائم جنبا إلى جنب مع الرجل، حيث توزعن الأدوار فيما بينهن. نكتشف تفاصيل أوفى في تقرير صفية إبرودان ورداقشيش. فصل الصيف، موسم الولائم والأعراس في قرى القبائل، مناسبات يتضامن الجميع فيها لإنجاحها، بما فيهم النساء اللواتي يشكلن العمود الأساسي، حيث تتكفلن بكل صغيرة وكبيرة إلى جانب الرجال. تيلي الحاجه كان ايفينمون يتدار مدينة غراس لي فام كان تخدمن كلش، ميم فرس من برا تكان الغرس تاع كوزينت نوثنتي كلش. التحضير للوليمة او العرس يبدأ من برنامج يسطره أعضاء لجنة القرية، حيث تكلف النساء بالتحضيرات عبر توزيع الأدوار فيما بينهن، فهناك من تقوم بالتنظيف وأخريات يتطوعن لإعداد الأطباق التقليدية واستقبال الضيوف. كل يوث تصطف لاطاشينس أنا مسفهم وكيف أنا بروميامون نزوي نتواياج أبغى نخدم لوغانيزاسيون عندنا وك الماتيريال اللي لاقل كل ثلاث شهور سبق خميس ذلي غاتو داوي ذلي جو ما في لي ثمغرا نسوجد سكسور نسوجد كلش نزرع نزقرن الله يبارك نسردي كلشي ونسرك من نكونجلين ولاش شو نخدي مالا نبوي ندير داكي نبوي ندير داكي عثان وين يعدي نفقا ونادي وحنا نسول او ميم طون الفضرا. المناسبات والاعراس لتكون الزغروده القبائليه بلمستها الخاصه خاتمه الافراح. Thank you.